يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأها من القاهرة العظمى 34، الصغرى 24، الإسكندرية 24، مطروح 29، 23، بورسعيد 31، 24، والإسماعيلية 35، 24. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 34، الصغرى 24، العريش 31، 24، طب 34، 24، وشرم الشيخ 37، 28، والغردقة العظمى 36، الصغرى 27. وعن الأقصر العظمى 40، الصغرى 28، أسوان 41، 29، الوادي الجديد 38، 27، شلاتين 36، 27، وأخيرا حلايب العظمى 33 والصغرى 28. أما مشاهدينا، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن.